مرحبا بكم جميعا. يسرني أن ألتقي بحضراتكم في هذا الأسبوع الرابع من بطولة كأس أريد في نسختها العاشرة مباراة المجموعة الثانية بين أصحاب الرقم الأعلى في سجل أبطال هذه المسابقة. فهود الغرافة بثلاث تتويجات والشواهين السيلية للفهود والشواهين في هذه المجموعة الثانية التي تضم أيضا الملك القطراوي المتصدر بأربع نقاط، العربي ثلاث نقاط، الخور الغرافة والسيرية بنقطتين. وهذه كرة أولى من الشيخ جباتي الراسية والتعلق من الحارس عبد الرحمن عبد العزيز، بعد كرة ورفعة ممتازة عرضية جميلة ورأسية قوية كانت من الشيخ، والكرة كانت ممتازة جدا. الكرة الأولى في المباراة بعد توزيعة من سعيد عيسى سمبر 2021 الدور نصف النهائي 24 مارس أذار القادم، والنهائي يوم 28. وهذه كرة خطيرة، فرصة لهدف أول لكن تضيع، فرصة لهدف أول من خلال تسديدة جاسم الزراع، والدفاع السيلية يعاني في أول ربع ساعة. التدخل الأخير من غانم القحطاني يمنع فرصة الهدف الأول بعد تسديدة من جاسم، من أبرز المواهب الصاعدة في نادي الخرافة، لاعب تعلق في فريق تحت 23 عام الموسم الماضي ينال ثقة المدرب ستراما. كرة ملعوبة من ركنية على القائم، خطيرة كانت على القائم. القائم كرة تعود ممتازة من جرمس على الشمري، انطلاقة تمريرة محمد صلاح النيل، فرصة خطيرة، جول أول، هدف 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 أول، جول 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 ممتازة من محمد مدث الرجب، عملية ودربكة وخطا من عبد الله يوسف في دفاع نادي الغرافة يكلف باهظا. الفهود هدف أول بإمضاء محمد مدثر رجب بعد عمل كبير من مشعل الشمري، هرب من الجهة اليمنى، التوزيعة الخطا من عبد الله يوسف، ثم محمد صلاح النيل يمهد يمرر لمحمد مدثر، لا يجد صعوبة في إسكان الكرة في الشباك. 1-0 تتغير النتيجة هنا في استاد سعود بن عبد الرحمن بنادي الوكرة. الهدف الخامس في هذه البطولة والمسابقة يا أصحاب اللقب الموسم الماضي الشواهين السيلية، عملية فنية ممتازة من جانب محمد مدثر رجب بأحمد سفيان حارس الغرافة، والهدف الأول بين الفريقين. سفيان هني على يسار الحارس عبد الرحمن عبد العزيز المتألق في 45 دقيقة أولى، الشيخ جبتان والهدف الأول، هدفتنا عاد الغرافة، عادوا من بعيد فهود الغرافة من خلال القناص والهدف، الشيخ جبتان ماكينة الهدف حافظ مكانه في مثل هذه الوضعيات لا يرحم. كرة من ركنية، دربك في دفاع السيلية، والشيخ دياباتي يضع الكرة في الشباك يعلن هدف التعادل وعودة الغرافة، هدف لي هدف، الهدف السابع مع الفهود والأول في مسابقة كأس أريد بالنسبة للشيخ دياباتي المتعلق. كرة لي سيف الدين فضل الله، سيف الدين ذكرت الغرافة في آخر أربع لقاءات مراوحة بين الفوز والخسارة، وسفيان النهني كرة شيخ جبتي، كرة للثاني، قال عبد الرحمن بروعة بتعلق ببراعة، عبد الرحمن عبد العزيز أنا أتصدى، إذن أنا موجود، وجود وحضور كبير لعبد الرحمن عبد العزيز في كرة الشيخ جبتي، سرعة كبيرة من سفيان هني، نظرة فتمريرة فاستقبال عيسى ناصر عبد السلام الأحرق، انطلاقة باللي يفوت الغرفة طويلة ممتازة، الكرة سفيان هني، فرصة خطيرة، قول عبد الرحمن شيخ جبتي، والهدف الثاني يضيع، الهدف الثاني يضيع. غريبة كانت من الشيخ جبتي رغم وضعية التسلل والراية من المساعد الأول عبد المجيد الكربي. هذه الكرة أعتقد أنه لا وجود لوضعية تسلل في هذه اللقطة، سفيان هني حاول رفع الكرة بالحارس عبد الرحمن عبد العزيز، تأتي أمام شيخ جبتي يسدد مصطفى محمد، ثم خانم القحطاني.
أحمد علاء الدين، همام الأمين، ويوسف حسن يغيب عن هذه المباراة بسبب التواجد مع المنتخب القطري الأول في قائمة الإسبانية. قبل هذا سفيان الهادي، والهدف الثاني، هدف ثاني بنيران صديقة، هدف ثاني للغرافة يأتي بكيفية والصورة مفاجأة. الهدف الثاني مع حسرة سامي طرابلسي على تعامل دفاعات الشواهين مع هذه الكرة وهذه اللقطة التي تكررت في أكثر من مناسبة. اللخبطة واضحة والدربكة موجودة، وسفيان هني هو من وضع الكرة بلمسة أمام مدافع المحور الكابتن خانم القحطاني. إن سلمت الأولى بسبب القائم، فإن الثانية من القحطاني كانت في شباك عبد الرحمن عبد العزيز. ثاني أهداف الغرافة بنيران صديقة من خانم القحطاني ضد مرمى أحمد سباع. أحمد كرة لمشعل الشمري، ماذا لا يخير التوزيع طويلة خطيرة، فرصة لهدف التعادل، فرصة التعادل تضيع من رامين، ممتازة كانت من أحمد سباعي. سباعي نوم دفاع الغرافة ممكن بكرة كان من المنتظر أن يعطيها لمشعل الشمري، توزيعها كانت مليمترية على المقاس لراس رامين رضايان والحارس. نعم، سيطرة مطلقة، تفوق واضح وغلبة بالطول والعرض، 5-5 للسيلية للشواهين أمام الفهود. 2018-2-1 2019، وهذه كرة من سفيان هني خطيرة، فرصة جول، روعة، بروعة، بدقة، بمهارة، بفنيات عالية للجزائري لثعلب الفيناك سفيان هني. يا له من هدف، يا لها من مهارة، يا له من ذكاء، يا لها من حنكة لسفيان هني في عملية الهدف الثالث. كرة من وسط الملعب، ممتازة اللمسة والتمريرة برازيلية من كابريال إلى سفيان. شوف الرفعة، شوف اللمسة، شوف المهارة، شوف الذكاء، شوف الدهاء، وشوف الكرة لما تمشي للشبكة للفيلي. الهدف الثالث للفهود، 3 أهداف مقابل 1. سفيان هني هدف مقابل 1. دفاع السيلية يعاني، دفاع السيلية يرتكب في أخطاء فردية. هذه كرة خطيرة من مشعل الشمري، فرصة خطيرة، إمكانية، جول 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 جول. عودة بسرعة، عودة للتقليص من محمد مدثر، يسجل الثنائية. أي ردة فعل، أي ردة فعل، وأي كونتر أتاك من هجوم السيلية. كرة كانت سريعة من الخطير، من السريع مشعل الشمري، ممتازة اللمسة، الأسيست الذهبية. أوبا، محمد مدثر قوية جدا يضع الكرة، لكن هل تجاوزت الكرة خط النهائي للميدان؟ لكن قبل هذا شوف التسديدة، شوف القوة، هذه الكرة من جانب مشعل الشمري، هذه الكرة التي سيحدد على إثرها الفار هل تجاوزت أم لا. تركوا المكان لعلي محمد جسيمي، مجدي صديق، ونسيم هنيد، والعودة للقطة الفار وعدم احتساب الهدف الثاني للسيلية. الكرة تجاوزت بأكملها الخط النهائي للميدان في تقدير حكم. بعد 9 مباريات تعود الكرة دون خسارة بطبيعة الحال، وفي ذات اللحظة مشاهدين متابعينا الكرام يعلن الحكم محمد الشريف على نهاية المباراة بانتصار الغرافة على السيلية، 3-1. هدف كان رائع جميل من سفيان هني، وآخر من الشيخ جابتي، وبنيران صديقة غانم القحطاني سجل لفهود الغرافة قبل أن يفتتح النتيجة محمد مدثر للشواهين. 4 أهداف في هذه المباراة، حصيلة هجومية محترمة، مبروك للغرافة هارتلك للسيلية. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام نأتي لنهاية الوصف والتعليق، على أمل إن شاء الله الالتقاء بكم في مواعيد رياضية قادمة عبر شبكة قنوات الكأس الرياضية. إلى اللقاء. أعود